عودة الجمهور بالنسبة لنادي زي الإسماعيلي يفرق معاه بشكل كبير. طبعا انا جمهور الاسماعيلي جمهور كبير. انا كان انا في لعيب عندنا اسمه عمرو الوحش، ده مستقبل مصر، ده القادم ان شاء الله. يعني بيفرجني فيديوهات للاسماعيلي وجمهور الاسماعيلي، مش مصدق الجمهور يا كابتن ما وحلاوته. بيجي لكم التمرين دلوقتي مين الجمهور؟ من ساعه لما جيت ما جالناش غير مره واحده. بيفرق كتير لما بيكون موجود. انا فرق معايا، حسيت ان انا ما فيش فرق فعلا بين اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي خالص. ده فعلا ده فريق كبير في جمهوره. انا كنت رحت كان بيقول في مشاكل ما فيش جمهور، لا انا شفت الجمهور، الجمهور بيستقبلني كويس في اسماعيليه. كان عمرو بيفرجني على فيديوهات ليهم، قلت يا جماعه الجمهور ده لو جه والله هناخد افريقيا. الجمهور بتاع الاسماعيلي لو جه الاستاد وحضر كل الماتشات هناخد افريقيا، مش هناخد الدوري. خلي اي حد يلعب.